بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني وأخواتي متابعين قناة علم الربح المال من الإنترنت. إخواني الكرام، اليوم أتيت لكم بإثبات السحب المرة السادسة على ما أظن من هذا الموقع الذي سحبت منه مرارا وتكرارا بدون مشاكل أو بدون أي عذر. هذا الموقع صادق 100% ويزحم مباشرة إلى محفظة فوست هيب بدون اقتطاع ولو سنت واحد لكي نشاهد السحوبات الماضية. كما تلاحظ عندي هنا 18321 ساتوشي. نذهب إلى وورد دراو لكي نشاهد كما تلاحظون 5 سحوبات التي سحبتها من هذا الموقع: 16475، 20331، 28093، 19341، 18776. هذا الموقع سحبت منه 5 مرات، وهذا السحب إن شاء الله بحول الله سوف يكون السادس. كما لاحظتم فقط تضغط هنا على الوورد دراو وتذهب مباشرة إلى هذا الموقع. الحد كما تلاحظون التوتال السحب وصفة إلى 0103026 كما تلاحظون. أنا نسحب مباشرة إلى محفظة التي عندي هنا كما تلاحظون. إذا أردت الشونج فاضغط هنا على الشونج وتغير المحفظة التي تريد أن تسحب إليها. قبل البدء في السحب والعمل في الموقع، لا تبخل علي أخي العزيز باللايك والاشتراك في القناة والتعليق لكي يصلك كل ما هو جديد في علم الربح من الإنترنت، ونشكركم كذلك على دعمكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الرائعة. إخواني الكرام، دائما نقول لكم نستغل في الفرص المواقع التي تكون تسحب وتعطي لساتوشي بامتياز. هذا الموقع صادق بدون نقاش. كما لاحظتم أنا نسحب مباشرة إلى محفظتي، نضغط هنا إلى عنوان بيكتوين هكذا. كما لاحظتم أعطاني هذه الواجهة. إذا أردت السحب إلى الكزابو ستكون عندك 100,000 ساتوشي، وإذا كانت من غير الكزابو إلى محفظة أخرى فقط 15,000 ساتوشي. هذه هي المحفظة الخاصة بي، ثم نضغط هنا نكتب المضبط خاص بي. هكذا، وثم نضغط هنا. على تأكيد المعاملات ثم نضغط هنا على السحب. يتم معالجة الدفع من خزون 48 ساعة، هو يقول 48 ساعة وهو يصل إلى تقريبا 6 ساعات أو 7 ساعات فقط يوصلك الرصيد إلى محفظتك. كما لاحظت الوورد دراو البريسيوني هو في انتظار السحب. إخواني الكرام، لاحظتم الموقع نجاح معالجة السحب كما تلاحظون. فقط نضع على لافليش او نضع هنا على السحب لكي نشاهد يختفي هذا العدد الذي عنده هنا. كما لاحظتم اختفى هنا الساتوشي التي كانت عندي هنا، والسحب هنا 18321 في انتظار السحب. اخواني الكرام، استغلوا الفرصة في هذه المواقع التي قلت لكم، دائما استغلوا الفرص. هنا ينتهي درسنا اليوم. لمن أراد التسجيل في الموقع سوف أضع له رابط التسجيل أسفل الفيديو، ولا تبخل علي أخي العزيز باللايك والاشتراك في القناة والتعليق لكي يصلك كل ما هو جديد في علم الربح من الإنترنت، ونشكركم كذلك على دعمكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الرائعة. ولا تنسوا الضغط على الجرس هنا نهاية الدرس.